وكذلك فضل الشهير الإنزال الأمريان بما هو مشاكل ونزل في مكان يحتاج فيه فأرشاد الله عز وجل وما ملكت أيمانكم. الأحاديث الجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بطيب عرش من الدار حتى ظننت أنه سيورد وزال بطيب عرش من الدار يوصي النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الدار احفظ دار اعمل بذلك كذا اعمل بذلك كذا ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بالطبع ما زال أن يوصينا بالدار وبالإبن تليش عند نفسه ولكن الله عز وجل يأمره ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ربك يوصيك بالجار ربك يوصيك بالجار لغايه ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساوي وذكر يعني خير بالفي القران ايات فيها توريث الجار قلنا اننا شكر الله في اولادكم بالذكر تحضر الكلام ولكم من راس الولد ومراس البنت ومراس الزوج ومراس الزوجه ومراس الاخ والاخت ظن ان خير الايات فيها مراس الجار ايضا في كثره ما اوصاه الله عز وجل من ذلك قال حتى ظننت انه سيورد الدار اما يكون دارا وقليلا في الوقت نفسه ويكون مسلما او يكون دارا كافرا او يكون دارا ومسلما وليس قليلا لان الله عليه الا يؤذن وكل من هؤلاء حقوق وجاء في الحديث وممكن الاسناد المعروف فيه الحقوق لهؤلاء ولكن المعروف ان هذه القسم العقيم من دار فالدار له حق والجواب له حق الاسلام له حق فاذا كان الدار دارا وقريبا ومسلما يبقى له ثلاث حقوق عليه حق الجواب في ذنبك اذا هنا حتعرف مدخل ومقرب يحتاج اليك وتحتاج اليك الحق الثاني انه مسلم وللمسلم على المسلم حقوق الحق الثالث انه قريب إذا كان قريبا له يعني بينه وبينه رحيم الإنذار الآخر إذا كان جارا وغريبا لكنه مسلم فله حق الجوار وله حق الإسلام عليك هذا أقل من الأول ولكن حق الجوار موضوع إذا كان كافرا جارا وكافرا هو هنا نرش حق الإسلام نرش إلا حق الجوار كل دار عليك وهو قريب لك وله مسلم ولكن حق الجوار أنك لا تؤذي الجوار الجوار كم دار عليه وهو قريب لك وله مسلم ولكن حق الجوار أنك لا تؤذي جارك ثم الحقوق الذي أمر الله عز وجل بأدائها لو أن كل إنسان عرف الحقوق وعرف الواجبات استراح العيش إذا أتى الإنسان ما عليه من الواجبات ثم طلب ما له من حقوق فكل إنسان عارف الحدود بتاعته إيه شريعة لنا من هذا للحياة شرع لنا لعليه الشريعة ومن هذا للإنسان يعيش تحت ظلها يعيش حيث يأمره الله عز وجل افعل كذا ولا تفعل كذا فهنا الإنسان يراعي حق الجار الجار أحافظ عليه وأمر حرج الجار والمحافظ عليه كان معروفا حتى في الجاهلية وكان يعدون ذلك من مكان الأخلاق أهل الجاهلية كان يرون ان الجار له حق عظيم جدا وخاصه اذا كان الجار مش موجود والجاره هي اللي موجوده يقوم يراعي ويحافظ على هذه الجاره ويغض الطرف عنها وشوفوا عن طرف ابن شداد بنت الجاهلي اتمنى يقول في شعره واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي بجوارها وحتى يوالي جارتي مأواها ويشوفوا هذا جاهلي وما كانش عندهم امر غض البصر ولا غيره من الشريعه فاولادي لا احترم الجار واحافظ على غض جاري ان طلع الجود بجواري انا اغض البصر عنها لما جاء الاسلام حرم الزنا ودعا اشد الزنا وافحش الزنا ان يزاني الرجل بحميله جباه الزنا حرام وكبير من الشرائع اذا كان الزنا بحميله الجار هذا افحش وافحش من اعظم الشرائع ان الانسان يزني بحميله جباه الإنسان مفروض له يحافظ على دينه الجار أقرب إنسان إليه سواء كان قريبا ولا كان غريبا ويوم ما تحصل مصيبة عند الإنسان أول واحد من يلاقيه في جوار الجار لذلك دائما على المسلم أن تفكر في ذلك أحافظ على داري حتى يحافظ جوا عليه فقال رجل آخر أعمى إلى ما دارت فرضت
حتى يوالي دار البدر أعمى إذا ما دار في خربه. نشوف هنا معرفة حقوق الجار. إذا الجار طمعت أعمى يعني أنا أنظر وما أشوفهاش أبدا وكأني في الأعمى حتى يوالي دار البدر لا أنظر إليها. وكان في الجاهلية يسمعون ذلك الإسلام ده وزاد ذلك إنك حافظ على جمالك حافظ على الجار فهو الذي يأتيك وأنت مريض هو الذي ينقذك إن كانت أذنك فمشير هو الذي يمشي وراءك إلى قبرك فيدعو لك هو الذي تقبل شهادته عليك عند الله سبحانه وتعالى دارك أعلى لك المكان الإنسان يسأل الجار يقول لك يا رب الكريم شوف مثلا عن رشفة العمر كان رجل كبير كان مثلا عن رشفة العمر كان رجل كبير كان رجلا مصليا كان بيكرم الجمار هذه الشهادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك نذكر الحديث في الرجل اللي مر بجنازته على النبي صلى الله عليه وسلم واحد شديد ونفسه مر قدام النبي صلى الله عليه وسلم فالناس الموجودين اللي عرفوه اثنوا عليه خيرا فقال ولدت مر عليه بجنازه ثانيه فأثنى عليه شرا اللي يعرفه أثنى عليه يعني قالوا عنه كان رجل مش كويس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت ثم ولدت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجدت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجدت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض المسلم العاقل يعلم أن صاحبه وداره وصديقه وينفعه في الدنيا وينفعه وقوه في قبره لذلك يحرص على ان يسجد الى الخير فما كانش هيسجد خيرا على الاقل لا يؤذيه لا تؤذي داره لا تؤذيه بالكلام الخبيث تقوله لا تؤذيه بفعل غار تضره به لا تؤذيه بان تتلصف عليه وتتشمت وتتلصف عليه لا تؤذيه بان كل شويه تعمل حاله وتقول انا حر اعمل ايه بالتزايد وهنا الانسان يراعي اي جوار حتى لا يدعو الجار على دينه وحتى تكون الأنثى بين الإسلام اللي كان عند الله سبحانه. ومن الأحاديث اللي جاءت عن رسول الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن أبي ذر يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وتعاهد جيرانك بشكل إذا طبقت نار وطعم الشربة ما أنش أكثر لحمها وهو مش كل واحد خير اللحم وانت يلاقي اللحم يدوبك على قد هو ولكن الريحة حتطلع عشان الجار وقد يكون محتاجا فقيرا قد يكون أيتاما يحتاجون فبيقول لك راعي هذا الشيء وأوعد المرأة شوية وأعطي من ذلك لأنش ابن اللحم ولكن أعطي من المرأة من الشربة لعل ذلك يدعو لك ولعلك يفرح ويبيت زيهم كذلك فرحان ومثل أيضا فرحان يقول لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك تعاهد جيرانك هنا المعاهدة تعاهد الشيء فإن أسأل عن الشيء يكون عندي حاجة وأنا أتعاهدها يعني بحافظ على كل شوي وبص عليها وأشوف نقصها من بين مشكلة إيه فكذلك مع الجار إن ما يستناش ما هو ما يليش ما يليش ما طلبش مني حاجة ولكن يقول تبدأ إذا أنا عليك تبدأ أنت بالسؤال عن الجار وتعاهد جيرانك اتقاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى بدأ بك يقول هنا في الرواية الأخرى إذا طلبت ورقة فأكثر ماء فمنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف من هذه المرقة بمعروف وهنا كأنه للتفصيل ده ما بشيء من المعروف ولا تحرم زيارته ومن الأحاديث اللي جاءت عن رسول الله عليه وسلم حديث أبي هريرة برضه في الصحيحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أكثر من ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم قال طبعا هو صادق صلى الله عليه وسلم فيما يقول ولكن قسم وتوكيد القسم هو بشد الانتباه على شيء مثل استحضار بقى عدلهم وقلوبهم بشد على ايه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا فقال صلى الله عليه وسلم وقالوا له قال من يا رسول الله قال الذي لا يأمن داره بوائقه الذي لا يأمن داره بوائقه البوائق معنى الغوائص ومعنى الشرور هنا كأنه في الإيمان الواجب اللي يطع
لم يكتمل إيمانه الإيمان جزء أو البضع وسبعون شعبة أعمال لا إله إلا الله وأبناءها إماطة الأذى عن الطريق. كل جزء من أبناء الإسلام مطلوب منه صفات معينة تكون فيه وأفعال معينة تؤديها. من أقل الأشياء إماطة الأذى عن الطريق، تنشد أو تلاقي أذى في الطريق تشوف تشرب موضة تقول أنت تزحلق شوف الإنسان سمط على القول حتى لا يتأذى بها أحد. ارتقاء وجه الله يكون من أجل ذلك. لو قوم الإنسان بيمشي يشوفها وما لازم يتزحلق فيه يتزحلق فيه، كان نقص إيمانه الشيء اللي المفروض يدفعه لأنه يحمي الغير ويمنع أذى الغير. فإذا كان الإنسان شديدا يؤذي بمعركة إذا ما مقصود منها لا تؤذي، ما تؤذيش أحدا ولا يشتغل ولا غيره لا تؤذي. فإذا كان الإنسان يؤذي إيمانه ناقص، إيمانه ناقص ومعاقب على نقصان هذا الإيمان. فإذا كان يؤذي الغار اللي مأمور بأنه يرحمه مأمور أنه يتعاهد ويحافظ عليه يبقى يعذب عند الله عز وجل على هذا الشيء. فقال الذي لا يأمن داره ضوائقا، كل دارة تبقى خمس منك على طول، ده حيوان بحال، ده حيوان تشتكيه، ده كل اللي يأمن شبه يحطون فيه، كل شوية يعمل له كده، إذا كان الدار خايف من غيره، فهذا الدار الذي يخلص داره ولا يأمنه داره أن يأمن داره ناقص حل إيمان، ناقص حل إيمان. هو من علامات الإيمان أن الإنسان يكره داره، أن الإنسان لا يؤذي داره، ثم يتعاهد داره بما يحتاج إليه مقدما إليه. هنا جاء حديث رواه البخاري في صحيح أبي هريرة جميعا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو داره، واحد جاي يشكو من جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فاصبر. هنا الوصية ما الناس هتقول إلا لا أحسب أو إلا لا أسأل موتي في موتي اصبر اصبر ممكن يستحي على نفسه ولا يؤذي. جاء مرة ثانية قال اذهب فاصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فاصبر. هنا الوصية ما الناس هتقول إلا لا أحسب أو إلا لا أسأل موتي في موتي اصبر اصبر ممكن يستحي على نفسه ولا يؤذي. جاء مرة ثانية قال اذهب فاصبر. بعد مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك الطريق. فأخذنا التأديب ذكي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجوار السيء. الجوار بيؤذي جاره، الجوار بيشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بيؤذيه. المرة الأولى اصبر، المرة الثانية اصبر، المرة الثالثة طيب طلع عرش بيت يحطه في الشارع. فنقول الرجل يطلع عرش البيت يحطه في الشارع. يمر به الناس يعني أنا منظر غريب إنه هتحط عرش في الشارع رايح فين يا ترى؟ فيسأله الناس مالك فيخبرهم خبره إني داري بإيماني ورحت شكيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فقال لعنه الله لعنه الله دعوا عليه. يمر ناس ثانيين لعنه الله لعنه الله كل ما يمر ناس بلغ الجار هذا الشيء بقت مشكلة شيء حتى الناس يلعنونه يبقى حين تجد دعواتهم فيه وبالنبي صلى الله عليه وسلم اني امر هذا الجار بغيره. فقال وذهب لهذا الرجل قال ارجع لا ترى مني شيئا تكره، يعني عمري ما حقربت بحاله بعد ذلك. هنا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الانسان وايضا تعليم للصبر. قال لو دارت بلا اذى بدات من اذى اصبر وعظه بالحكمه ونصره بحق الجار. مفيش فايدة في هذا الإنسان يبقى في النهاية مدفع فالأسهل فالأشد. فكان من أسهل الأشياء أن يطلع متاعك في الطريق، حط متاعك في الطريق، ففعل الرجل فكان فيه ما سواه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شر الناس الذي يتقيه الناس مخافة الشدة. شر الناس من يتقاه الناس مخافة الشدة. الإنسان الشرير تلاقي الإنسان فرحان لنفسه أنت مستقيم كل ماشي في حته نص تخبى، ما حدش يقدر يقول الصلي، هنا ليه كل ده؟ ليه؟ عشان انت ايه يعني؟ لا عشان انت مؤذي وما كنت انت مؤذي، فهذه الحديث يخبرك بانك شر الناس، شر الناس، كما هنا فان خير الناس من احبه الناس، من كان مؤمنا، من كان مخلصا، من كان مؤلف ومؤتلف، من كان حسن المعاشره مع اهله ومع جاره. الناس أن يذكروا اسم فلان ده والله ربنا يكرمه ده إنسان طيب ده إنسان كويس. شر الناس اللي مصلح أسفل سير فلان ده، فلان ده شديد، فلان ده ما نشوفش منه إلا كل شر. وهم شر الناس من اتقاه الناس
مخافة الشدائد. فنقول الإنسان يرى الناس إذا مر به مقبلون عليه فهذا من الخير الذي في الإنسان. إذا لقى الناس لا كل واحد مدار منه وشه مفيش حد قبله ومقبله ما يشمر منه ومفوحش به فهذا من يشمر منه أمس. من الأفضل خبنا لأنه من رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن دارة لدارتها ولو ثلث شيء ولو ثلث شيء. حديث متفق عليه وعلمنا التهادي ونستنى الإنسان حينا يهدي بالشيء الكثير ونراد من حاجة كثيرة يكون حد يهدي ولكن أي إنسان يهدي يهدي الشيء هو علم من الرسول هذا فحابه إذا كانت هدية بين المسلم وأخوه لم يكن من ورائها غرض قبيح فعل ذلك دافعا اي انسان فيعلم المسلمين التي تهدي والتي يهدى اليها التي تهدي لا تحتقر هديه تهديه ولا شيء بسيط ولا شيء من طعام البيت التي تهدى اليها لا تحتقر الشيء ولو كان قليلا ولو كسر شيء عارف اوصف في الاشياء حاسب كاشف فالخيرين في كل نحن حاسر الشيء فلو غنسا محرقه ولو آخر الشارد قدم الإساق الأخيرة من الشاه اللي ما فيش فيها لحم وشاوتها لها وديتها لها وما حدش يعمل هذا الشيء ما حدش يعمل ولكن المعنى إني لو أن الإنسان أهدى لك الشيء القليل ويرجو المحبة من فضوله فلا تحرم بغيره من الإنسان فالزوج لأنه يقول لك لنساء المسلمات لا تحترم دارة بدارتها ولو صور كل شيء يعني أياتها أن يهدى إليك إن واحدة أهدت لك شيء ما تحتقرنش هذا الشيء ما تقولش مدام هو زي ما تقول تلك الشيء التي تقبلها فيقبل الإنسان من دارة ويعطي دارته ولو أقل الأشياء التي تجد أن يرده منها. في حديث آخر لأنه هو أرض متفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دار داره أن يغرز خشبة في دباره لما دار داره أن يغرز خشبة في دباره فأنت بوت عشان بوت خشبة وقت كان بوت عشان خيال وقد يكون بوت عشان فنقوم الجار قد يكون فقيرة وبعدين عايز يعمل نفسه أغرى عمل عشة ومحتاج هو يثبت الخشبة على الكتف بتاع الجدار بتاعه ولن يضر في شيء خشبة حيحطها بس يستتر بها شيء عمل عليها وسود عمل عليها حبال يعمل عليها تمرة ولا يضر عليه كثير. طبعا في الحديث يقول لنا ضرر ولا ضرر وإن كان الله حيحط خشبة بالدين البيت يبقى حرام يجوز لا ضرر ولا ضرر لكن لا بس حيحط خشبة هو يستتر بها ومش هتقوليك أنت فقولة ميت النار لن تمنع الطواف من شيء ينفعه ولا نبذه اقف على شيء بسط الخشبة على الدوار بتاعك فقل يلم عدوان الدوار أن يغرز الخشبة في دباره طالما إن شيء تسع بها ولن تتضرر أنت بهذا الشيء إلا وضعه. أبو هريرة رضي الله عنه روى بهذا الحديث يقول ماذا أراكم عنها معرضين ماذا أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. فأبا هريرة لما حدث بهذا الحديث وكان في هذا الوقت أميرة فيقول للناس وهو يحدثه فإن اشتكى له بعض الجيران إن عايزين نحط خشبة على كتف الجدار بتاع الجار والجار مش راضي فأبا هريرة بيقول لهم ليه معرضين عن هذه الشيء ليه معرضين من تنفعوا دارتك بشيء إلى وجهكم والله لأرمين بها ولو بين أكتافكم فخليه يحط الخشبة إن شاء الله تجدين أكتافكم مش ممكن تكون خشبة على أكتاف الناس ولكن المعنى أي ما يرى في الكلام كل طالما أن شيء ينام إليك فلا تمنع الجار بحيث أنك تمنع نفسك من دعوة حلوة لإنسان هذا الجار من أنه ينظر إليك على أنك تكرمت عليه بمثل هذا الشيء بينك وبينه مودة وكل الإنسان يمنع أشياء ما تضره ما تضره ولكن هذا نوع من التعامل الفقراء أنا الجار يقول لك حدق حبل غشيم في الجدار بتاعك أبشر عليك السطور يقول لا بدق الحبكة صار من الجدار يكون الجدار بيته من الجدار بس ما له حاجة ما له حاجة ولكن هذا نوع من التعامل ما تعملش هذا شيء إذا هنا يهون من الحديث طالما لم تتضرر فيسوء بالجار الجار متى تنقذ منه
في حديث آخر له يقول الله عز وجل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكر الموتى ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يشكر. علامات الإيمان كثيرة، وهذه بعض من علامات الإيمان وصفات الإنسان المؤمن. علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي داره. طب أنا بيؤذي داره حيكون كافرة؟ فأيش الحديث ذلك؟ وهو سيد أن يحس الإنسان بتكوين الدواء الإيمان في قلبه أن تأمل المؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لك أن تؤذي دارك. فطالما الإنسان حيلاقي إذا متعلق بالإيمان حيستحي أن يؤذي داره، فقال فلا يؤذي داره. نفس الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمكرم غيظه فلا يؤذي داره. نفس الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمكرم غيظه كرم الضيف. ينزل الضيف على الإنسان ولا يحل للضيف إلا يفرض طريقه عنده، وأيضا لا يحل للمضيف إلا يؤذي هذا الضيف وإلا يمتنع من إكرامه. فأمرك أن تكرم الضيف ولا بلد بجهادك عليه الشيء الذي تكرم عليه معقول. ونشوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحل دار الضيف إلا يأوي عند الإنسان ويؤثمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيافة لهذا الضيف ثلاثة أيام، ولا يحل له أن ينزل على الإنسان فيؤثمه، يعني يشرده يطول يستحي الأعلى عنده. فإكرام الضيف أمر له الشريعة وحيث باب لإكرام الضيف، لكن الغرض أنه الضيف مطلوب من الضيف أنه يكرمه، ومطلوب من الضيف أنه ما يؤذيش هذا الضيف، ما ينزلش على إنسان الضيف ضيف وبعدين يشرب أنه يروح عنده فكرة موجود يصير هو اللي ينسى، لا يؤذي الضيف المضيف وأيضا يكرم المضيف أيضا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليشكر. المطلوب من الضيف أنه ما يؤذيش هذا الضيف، ما ينزلش على إنسان الضيف ضيف وبعدين يشرب أنه يروح عنده فكرة موجود يصير هو اللي ينسى، لا يؤذي الضيف المضيف وأيضا يكرم المضيف أيضا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليشكر. معنى الإيمان أن المسلم إذا تكلم نطق بالسيف وإلا فليشكر. يحسن ما يقوله لسانه، يحسن كلامه العمل، ويلفظ قولا إلا لديه رقيب عزيز. فأما الإنسان فيسأل يوم القيامة عن كلامه فيسأل يحسن كلامه وعبده عبده. وخاف من كلمات المثال كان الانسان يتكلم بهذا ويشكي حواجاته وعليه المشاكل ان هي تؤخذ على هذا الشيء ويحافظ عليه عند الله عز وجل. مش كان الانسان عايز يتكلم يضحك الى حواليه يحل له ان يكذب، لا يضحك له ان يكذب. فلان الانسان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يسكت، فان يتكلم بخير والا يسكت. فإذا أراد أن يتكلم فليتكلم بالكلام الذي أبيح له شرعا، فلا يجوز له أن يتكلم بالكذب ولا بالفحش ولا بالغلب ولا بالمال ولا يشهد صورة، ولو أنه بجانب الإنسان فليكن الإنسان أو مسلم فيعرف من الذي يجاهر أن يتكلم به وما يحرم عليه فيلتزم أمر الله سبحانه. ومن أحاديث أيضا حديث المصروف القبائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ذلك. فليحسن إلى ذلك، الإحسان إلى الجوار. وشكرنا الإنسان المسلم فيه أخلاق الحسنة وفيه إحسان إلى الخلق، يحسن إلى الوالدين، يحسن إلى أقربائه، يحسن إلى جيرانه. وهي طبيعة أعتقد في الإنسان طبيعة الإحسان، يبقى مع كل من يظهره هو محسن وليس وفيه. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ذلك. فقلت سيدة عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي دارين فإلى أيهما أهدي؟ لها داران، إلى أيهما تهدي؟ قال: إلى أقرب من ولي الصغيرة. الدار لو قلنا يدوبك إلا عندك تقدر تهدي لواحد من الاثنين، مين اللي تهدي إليه؟
يتصل المغربين إلى أقرابهم المؤمنين في بلاده. الباب جنب الباب مشيت وكنت داخل البطالة. لو داخل تريد حاجة هو نفسه فيها وقلت عايز تهدي إلى خلي القريب منك تهدي إليه. كان بعيد شوية انزل قلت لي لكن الخميس شوية قد تدخل مستشفيا ولكن بعد ما تطلب رخصة الروح تطلع فيشم الجار القرار حيقوم يحترق صلى الله عليه وسلم معلمة إن القرار أمر بالمعروف تعطي هذا القرار قال إلى أقرار ما يجب له. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لبائن. فخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وفي الحديث الآخر إذا تحاب الرجلان كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. إذا كان شكلين بحب بعض في الله عز وجل من فيهما يكون أحب من الله عز وجل الذي يحب صاحبه أكثر. هذا المحب حبيب لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم علمنا صلى الله عليه وسلم أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أنت وصاحبك تلاقي واحد وصاحب آخر منفع مضمون عايز ينتفع منه أكثر نفسه. واحد وصاحب آخر مش عايز منه حاجة ولكن بنحبه في الله سبحانه تبارك وتعالى. المحبة هذه يستحق عليها المحبة من الله سبحانه تبارك وتعالى. وكلما ازدادت المحبة كلما كان أقرب إلى الله فيقول هنا إن خير أصحابك فعند الله خيرهم لصاحبه. ونفس كتاب الباب قال خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. المهم الدين يعلمنا أن تعمل العمل ولا تنتظر المكافأة عليه من الناس وهو جواب المكافأة نفحة تعبدك لكن أنت تعمل لله سبحانه تبارك وتعالى. ما تستناش أجر من الناس ما تستناش مدحا وشكرا من الناس ولكن تنتظر الأجر من الله عز وجل. المعاملة مع الناس متعبة والمعاملة مع الله مريحة جدا. النص متعامل مع الله أنا بحب الفلان إذا أنا أرضي الله عز وجل إني أحب أرضي حب الله فأنا بحب المسلمين. أنا بكرم جاري علشان أكون أنا أفضل وأخير عند الله سبحانه وتعالى. مع الأمر فيه لكن شوف لو قلت لأبا الصوت للناس يحبني أنا عمل بكرمه وعمله هو بالبيت مش بكرمه مرة ثانية. هنا نظرت للجار إنك عايز أنت تعمل هو يبادلك وكان مش حقك إنك تعمل هو يبادلك ولكن إن أنت تغاضبت عن ذلك ونظرت من أجل الثواب عند الله عز وجل وأن الأجر على قدر العمل وأن الأجر على قدر المشقة يبقى حتريح نفسك من الجار تريح نفسك من الناس وتنتظر من الله عز وجل خيره وبره ورحمته سبحانه وأن تكون الأخير عند الله سبحانه. لو تخيلت يوم القيامة وقال لهؤلاء الناس بسر الجنة وبعدين البعض في درجات البعض أعلى البعض في غرف عالية جدا هيكون التفاوت بينهم بالإيمان وكل صلاة الكل مصان الكل مذكر الكل حد وعمل المعروف ولكن هم بقى محاسن الأخلاق. هتفرق بين إنسان وإنسان إن أنت أعلى من الثاني لك أحسن من الطرق أنت أعلى من الثاني أنك كنت أكرم الجيران أنت أعلى من الثاني أنك كنت خير من الأصحاب. يبقى هنا الإنسان ومن ينتظر مش هعمل قلنا لما يعمل لي هتضيع نفسك تضيع على نفسك درجات عالية عند الله سبحانه ولكن أنا أعمل ابتغاء ما عند الله. إذا هنا بقى حضرت نفسي درجات عظيمة جدا. كان الصحابة رضي الله عنهم السلام عليكم يتفاهم كل شيء ويركز الواحد منهم الجنة حيديني حاجة في الجنة أنا عايز الحاجة اللي في الجنة دي. في حديث عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح راضي الأنصاري صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عنده حدائق. جاء في الحديث اللي كان عنده حميق حائطان حائط صيد 600 نخلة 600 نخلة في حكم في بستان يبقى بستان الدين بستان ضخم قوي في 600 نخلة رضي الله عنه. فجاء أن رجلا كان مع داره داره في نخلة من نخيله جوا جدار هذا الإنسان أو قريب من جدار ومش هيستقيم بستان هذا الإنسان إلا لما تدخل النخلة دي عنده هو حيث يحوط على الجميع مع بعض. فطلب من غيره ان بقلت هذه النخله دي عامل مش عارف قاعد الجدار بتاعي يسوي النخله بتاعتي ها هذه
فالرجل وقف طيب الذهاب الرجل وقف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال لفلان النسية بتاعته معطولة علي الحائط بتاعي ومش راضي هو يهمها ولا يعتذر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أعطي ثلاثة ولك نخلة الجنة أعطي ثلاثة ولك نخلة الجنة قال إيه قال لا مش عايز رفض إليهم فتعدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين من سنة أبو التحديث رضي الله تبارك وتعالى سمع يعني نخلة خصوصا نخلة الجنة رحل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يعني هي دي لفلان ده ولو هي جبنا النخلة دي تبقى له نخلة الجنة لا موجود النخلة دي بني فرحوا وكان ومضوا عليها فالدار النخلة دي فتان رفض الرجل فبدأ يساومه عليهم على الحق حقيقة ايه رأيك تاخد البستان بتاعي ده كله وتديني النخلة دي لا النخلة مش هتاخدها النخلة هيعطيها لهذا البلد الآخر الرجل وافق هياخد البستان فيه 600 نخلة وصار النخلة واحدة ياخد النخلة وانت البستان راح أبو الدحداح لمراته وعياله في المصباح الأول من النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من إن أنا لو جبت النخلة دي للوعد بتاعك إنه هتكون لي نخلة الجنة نخلة الجنة طب هنا ما يجيش إنسان تاني يقول طب أنا أقول سبحان الله وبحمدك ونضرب في نخلة الجنة وخلاص لا قالش كده أبو الدحداح أبو الدحداح رضي الله عنه ولكن قال أنا عايز النخلة الجنة من وعد النبي صلى الله عليه وسلم ده بحاجة عظيمة ومن هذه الوعد وقال لها قوم أبو الدحداح فقد بعت حائط هذا وإني أعطيت حائطي لنخلة الجنة وقد جبت عيالي وترك الحائط لهذا الإنسان وصار نخلة الجنة نخلة الجنة دي شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا نخلة الجنة ولكن هذا الجوار بطل ولذلك ساء خلقه فلم يبتدئ لكن قوم الدحداح رضي الله عنه عرف ما في وعد النبي صلى الله عليه وسلم وما في الجنة من أشياء عظيمة لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الى قبره ورجع يقول كم من عزق وضاح لابي الدحداح كم من عزق وضاح لابي الدحداح عزق وعزق عزق يعني عربون عزق يعني نخله كامله نخله كامله كان من عزق رداح كان هي نخله واحده بس اللي قرر ابو الدرداء ده 600 نخله اللي هي عنده وجود ده ليه عند الله اشياء كثيره جدا عنده كان من عزق كان من نخيل كثير لهذا الرجل العظيم لابي الدحداح وصوت ما فعله وقال كان الصدقه الوحيده تصدق كثيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان هينا عليه ان يفعل ذلك لانه رباه النبي صلى الله عليه وسلم على حب الله عز وجل وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اكرام المسلمين ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه وبخير قلبي وعن عند الله تعالى خيرهم لداره خيرهم لداره الانسان يكرم جاره ولا ينتظر لو انتظر حيث انا كنا يكتوي اعمل زي ما غيري بيعمل لكن لو انا تفضلت عليه وقلت له انا عايز ابقى اثير عند الله اذا مش حكم ومكافاه من ده اجبر انا علشان ينالني الفضل من الله سبحانه وتعالى. وتعلق بالبيوت لامام الامام المنور بر الوالدين وصله الارحم هنا الجوار ذكرنا في هذا الباب في الاحاديث ونداء في القران في بر الوالدين وصله الارحام يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن الوالدين إحسان من الوالدين إحسان صلت الأرحام أمام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الوالدان الأرحام وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل الإنسان المؤمن يصل رحمه لأن الله أمر بذلك قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الإحسان للوالدين الوالد والوالدة الوصف والد فهو سبب لوالدك الوالدة هي نفس والدتك الوالد والوالدة أحسن إلى الإنسان أفضل إحسان وهنا يرد منكم هذا الجهاز العظيم كل أكرمه الله عز وجل به
فقال الله سبحانه إن ابنهما عين بالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أم المغان المغان عين بالكبر. الأب أو الأم شوف الطفل هو صغار إزاي الأب والأم يرعيانه. لما يكبر الولد ويشد إنزال الخوف من الأب والأم على الولد إن الشغل ولا مشتغلش قريب ولا مشتغلش خايفين على الولد مثل خارجه. يكبر الولد أكثر من ذلك ويكبر الوالدين ويوصل أن الخناق اللي بيعطيه الإنسان إلى ذاته. بدأ الإنسان وهو صغير 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 في جسده صغير في عقله ضعيف في بنيته وبعدين كبر لغاية ما شد ووصل إلى أعلى شيء وتدرج بعد ذلك في النزول في النزول لغاية ما يصل كل مرحلة بتساوي مرحلة الطفولة. الطفل مخنوق ولكن الشمس الكبير ما هوش بعيد عن عمر الصغير الصغير. فالصغير الصغير الوالدان يرعيان يخافان عليه. الابن بقى مع الاب اللي بلغ مثل كبر عيطيه اخذت في الشيكوطه بدا انه يصرخ ويظهر عقله يكون الفرح اللي عامله زي فهنا ربنا يرش يشمل الوالدين احسان يحسن اليهم احسانا عظيما وخاصه اذا بلغ الكبر احدهما او كلاهما. تحذر ان تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل اف هذه الكلمه اللي كتاب التدبر يتعبر بها ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن الانسان حتنهى تقول اقل لهما اف. اذا هنا لا تضرب ما تشخصش بالكلام ما تردش عليهما اللهما ولكن احسن اليهما. وبعدين ما تنساش ان دون العمر ضرب بما وصل الى ذلك فانساله الجزاء موجود في العمل وحيبص الزمان وحيتنسى مما يكون فيه اذا نسى الله عز وجل لك في عمرك. اذا عقبت ستلقى العقوق من ولدك واذا ضربت سيحسن اليك اولادك يوم من الايام. اذا قدم لنفسك قدم لنفسك اللي بيدبر امر الكون الله سبحانه وتبارك وتعالى والذي سيحسن اليك هل ما زلت في اسلامه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وابقى خف على نفسك ان تصبه الوالدين وان يصرف عليك بعد ذلك من يؤذيه. الاب والام بركه في قلب الولد وتلاقي اولاد كتير عندهم الاب والام يتسلون في خدمه الوالدين وتلاقي نفسهم تلاقي كل واحد يرمي الاب والام انت كل انا مش هعرضه عندي في البيت وراشي مش عايزاه. تلاقي متبدل بالابيب والام وكل واحد منظمه عند التاني ولعل بعض الاولاد ضمروا على مصحه ان ما يخش الحكم الوالدين فيها وما حد يشوف عنه. الاسلام مامون بالاحسان احسن الى الوالدين. تنتظر دعاء الوالدين دعوه من الاب او الام تدخلك الجنه. شفت الرجل راح للصحابه يسالهم عن امر من الامور اللي وقع فيه وامراه كانت وقعت في السحر وتعلمت السحر وذهبت تسال عن رسول الله عز وجل والصحابة ومن كان له أب من كان له أب أو أم لرضينا لها. إن سندها عائشة وقعت في هذه الكبيرة أمها عائشة ودعت لها لرضونا لها أن يكرمه الله سبحانه تبارك وتعالى وأن يعفو عنها. الإنسان مع الوالدين ثاني الأب والأم ثاني بالي هذا الإنسان إذا أحسن إليهما استفاد من بركتهما ومن خيرهما. إذا أساء إليهما ضيع على نفسه دنياه وضيع اخرى. وكان الانسان تلاقي عند ابوه وامه متضجر وزهقان وكل شويه يشكي لغايه ما يموتوا وبعد كده يسال اعمل ايه؟ انا كنت بضربه انا تعشت ابوه انا عملت كده اعمل ايه الان؟ ما خلاص نهضح كل خلاص انت الان دول تندم على ايه؟ انت اسات كل ما يشاء كان رحمه ربنا عظيمه وربنا يغفر لمن يشاء سبحانه بس ضيعت فرصة عظيمة لنفسك كانت تدخلك الجنة مع الأب والأم بس الجنة مفتوحة. إذا تحفظ أنت عندك هذه الفرصة أن تضيعها بأن تعق الوالدين أو أحدهم إلا بأنه بك ابتلاء أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح الذنوب
من شدة رحمتك بهما، يعني كن غاية في الرأفة والرحمة بهما حتى لتأنف ظلوم أمامهما أمامهما، اقصد لهما جناح الظلم أي جناح الظلوم من الرحمة أي من شدة رحمتك لهما، وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. ومن الحديث الذي جاء حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله تعالى؟ أي عمل أحب إلى الله تعالى؟ كان الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها الأذن إذا أذنت إذا تصلي مع الناس. قال: كنت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فدعا له بعض الصلاة، قال: بر الوالدين. قال: كنت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وأخر الجهاد عن بر الوالدين. فإذا تعين الجهاد يبقى على ذلك، بر الوالدين ويجاهد في سبيل الله عز وجل ولا ينتظر إذن الوالدين في ذلك. ففي الأمة اللي تعين الجهاد يبقى بر الوالدين في استئذان الوالدين للجهاد في سبيل الله عز وجل. بر الوالدين جعله بعض الصلاة ودعا له قبل الجهاد في سبيل الله. ومن الأحاديث حديث لأبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدني ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتمله فيعطيه. ما يدني ولد والدا، إن عايز تكافئ أباك يؤمن به الحالة الوحيدة اللي ممكن يدني الولد والده فيها. يجد الوالد مملوكا يشتم أباه وبعد كده يعطف أباه، يبقى على ذلك بر أباه وبيعذابه. ومن الإنسان بذلك؟ من له ذلك؟ إن يجد أباه مملوكا يشتم، مفيش مملوكين الآن موجودين علشان الإنسان يقول أبر بهذا الشيء. ومن الأحاديث اللي جاءت حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيل، فقالت: هذا مقام العائد بك من النار. قامت الرحيل، والرحم شبه من الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، اشتق لها اسما لنفسه. رحم الانسان، قرابات الانسان، الام توالت معه، قرايب الانسان، كانت هذه الرحم. فقالت الله عز وجل: هذا مقام العائد بك من الخطيئه، يعني تتعوض بالله من ان تقطع هذا الرحم. فقال الله عز وجل: نعم، انا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك بهذه الرحم؟ فقالت الله عز وجل: هذا مقام العائد بك من الخطيئه، يعني تتعوض بالله من ان تقطع هذا الرحم. فقال الله عز وجل: نعم، انا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال تزوجك اليك. فوعد من الله سبحانه تبارك وتعالى انه يصل من يصل الرحم، الانسان يصل رحمه، يصل قرابته، ارحام الانسان، تصل اباك، تصل امك، تصل اخاك، تصل اختك، تصل عمتك، خالتك، ابناء اخواتك، ابنائك، صلت الارحام، ما يقطعش رحمه. فما وصل الانسان رحمه فما بعد منه سيره. وذات الحديث الاخر: حتى ان اهل الديار لا يكونون على شيء من الذنوب، ولكن يصلون ارحامهم فيعطيه الله عز وجل الغنى في الدنيا. قول الله سبحانه تبارك وتعالى: الانسان قد يكون على شيء من الذنوب والمعاصي ولكنه يصل رحمه، سلك الرحم عظيم جدا. ما عبد الانسان يقطع امه واباه، وان ما اشد الانسان يقطع امه واباه، وان ما اشدش ابوه وامه بقاله سنه، بقاله سنتين ما اشدش اباه ولا امه، يقاطع اخاه. يحصل الانسان من قطيعة الرحيم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم في القران لان ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض ان تقطعوا ارحامكم؟ هل عسيتم ان تفعلون ذلك؟ قم توليتم، يعني ربنا اعطاكم وليا واعطاكم مناصب بعد ان يقطع صاحب منصب خلاص قدام ظهرك وامامك ما تعرفش حد الان. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. دعا للمدينه ان يتولوا
قطعوا الأرحام وأشهدوا في الأرض. قال هؤلاء إنهم من يشهد الله عز وجل أجلهم والله من أبصرهم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رجل قال من أحق الناس بحكم صحابته؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحكم صحابته؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أبي. شوف هنا الأم الأم الإنسان يضر أمه ونفسه، حملته قبل ذلك، تعبت في الولادة شيء شاق جدا ومتعب جدا، وإخراج نفس النفس روح من روح، وقد تموت المرأة في أيام الولادة. فهنا مراعاة ذلك الأم رجلت وتعبت شيء، وبعد ذلك لا تنفعها تنوي حملها، تضر الأم وتضر الأم وتضر الأم أضعاف ما تضر الأب. فذكر ثلاث مرات قال من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أباك، يعني راعي أباك ثم أبناك أبناك، يعني مش بس الأم والأب وتقف، ولكن كذلك الأقربون كراعي هؤلاء. وكان الحديث هنا رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، فلم يدخل الجنة. رغم ورغم الرغم تراب، فإن بدع الإنسان من نخيل حقة الأرض معنى الدم من غم الإنسان ضعوا عليه بأن دم. إذا كان أبوه وأمه عنده وقد بلغ الكبر وهو أدرك ذلك ومع ذلك لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وهنا الوالدان بدال من أبواب الجنة، فإن الإنسان أحسن مع الوالدين جعل له وأدخل أسنة سببا في الوالدين. شوف الحديث الآخر الرجل يشكو القرابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للقرابة أصل أصلهم ومقطعون منه وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون علي. الرجل يذكر أنه يوصي بكل وجوه الإحسان ورب الإحسان لهؤلاء القرابة ليكون من إسلام، يقول يوصي للقرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون علي. طب أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين شقاهم؟ وأين شقاهم اللي كانوا يعملوا فيك عمل فيه وهم اللي بدأوا؟ لا، ده أين صلى الله عليه وسلم؟ لئن كنت كما كنت فكأنما تصفه من الميت، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه من الميت ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن كنت كما قلت إن أنت فعلا بتصفه من الميت، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه من الميت ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن كنت كما قلت إن أنت فعلا بتصل هؤلاء وهم يقطعوك تصل إليهم وهم يسوؤون إليك، تحلم عن جهلهم عن صخبهم عن شكلهم وهم يجهلون ويسوؤون إليك، أنت خلوه زي ما أنت وكأنما تصفهم الموت أي نوم الرماد الحار أو الجمر، فإنك بتحط في بق هؤلاء الرماد الحار لأنك تفهم وهم لا تفهمون الذي يأكل الرماد الحار. ومع ذلك نصح هذا الإنسان إن يموت على ما أنت عليه المحسن. من الأمور اللي ينبغي على المسلم أن يراعيها فصلة قرابة البعض، يقول بروح أزور عمتي ما تقابلنيش كويس، أروح أزور خالي ما تقابلنيش كويس، الشخص المطلق تقعد من هؤلاء ولكن لا تقطع الأرحام، اذهب وزورهم ولا تصل عليه فسلم عليهم صلاة. إذا هو وصلت رحمته ولم تدع فرصة لهذا الإنسان أن يموت على ما أنت عليه المحسن. دي من الأمور اللي ينبغي على المسلم أن يراعيها فصلة قرابة البعض، يقول بروح أزور عمتي ما تقابلنيش كويس،
أبو حضور خير مولي أبو المشكلي الشرق المطلق تعبون بهذا وهذا لا تخطى الأرحام اذهب وزرهم ولا تطل عليه تأكلم عليهم صرف بهما وصلت رحمته ولم تدع فرصة لهؤلاء المهم ويأخذ عليك أن تقاطع الرحم ولم تغير على نفسك ثوابا من الله سبحانه وتعالى. فإن قلت كما تقول يتعلم ما تكسب الأمن فليفترض الإنسان المسلم أنه يتعامل مع الله وليس مع الله ويتعامل مع الله سبحانه فلم ينتظر إحسان الناس وإنما انتظر أن الله عز وجل إحسانه. ومن الأحاديث يبين أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له طريقه ومن سأله في أثره فليصل رحمه فليصل رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه خلق الرحم زيادة في رزقه وتنسيء في الأثر أثر لإنسان المسك في الأبد وهو مد وقوع المجد أن زيادة حق الدنيا وإن المعنى أنه ما يفعله في عمره أو قصره لا يتمكن غيره مع طول عمره في عمل نفسه إذن زيادة في عمل الإنسان وكأن ذات مع عمره الأعمار فصلة الرحم تكون سببا في بسط الرزق للإنسان ويجوز الرزق. الحاجة الثانية ينسى له في أثره هنا أمر البسط في رزق الإنسان لشيء يعني إن كان واصل رحمه ربما بالجرح يفتح له أبواب الرزق ما تقولش هم إيه ما تقولش أنا موظف مرتبي على قد ما حصل رحمي على خيبون إيه بعد كده شوق الأمر يجي سبحانه وتعالى تعالى مش كل حاجة من المال ولكن قد يكون أمر آخر يكون إنسان مرتبه على قده وربنا يمنع عنه مرضا فيسحب المال ده كله ويضيعه يمنع عنه فسادا يضيع عليه ماله الله عز وجل أعلم ما يكون منك وما تستحق صل رحمك ويثبت نفسك وكذلك نفسك في الأثر لما تنظر لإمام النووي صاحب هذا الكتاب صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب المجموعة ويثبت نفسك وكذلك نفسك في الأثر لما تنظر لإمام النووي صاحب هذا الكتاب صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب المجموعة وصاحب كتاب التجديد الأسماء واللغات وصاحب كتاب عودة الطالبين كان كتاب الإمام النووي كتب ضخمة وكبيرة ألفت قد إيه أنت ألفت العشرين الدروس اللي كان بيحضرها 12 درس في اليوم 12 درس كمان دروس الحديث ودروس في النحو الحديث ودروس في القرآن والتفسير ودروس في أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم عموم التفسير 12 درس في اليوم وفي نفس 21 بنتعب منه ونقص الخصال كان جديد على تكتفى وشوقنا في فيه في أسئلة عادي نفعل عندي كان كان صاحب المؤلفات الضخمة دي كنت مدعي ل 46 سنة 46 سنة جبلي في جاية الشمالية شوفوا كل 33 سنة من البنية كان لما لو في 33 سنة كان وزاده تسعة وزاده تسعة فتلاقيهم انه على الحساب الهجري هيبقى زيادة تسعة فيه على حساب الشام فوق هيبقى 300 سنة فكل 300 سنة شمسية زي 309 سنة قمرية كل إذا هنا كل 100 سنة زي سنة سنوات زيادة كل 33 سنة بسنة زيادة فالإمام النووي رحمه الله مات عمره 46 سنة وترك هذا التأليف العظيم كمان الإمام الشافعي رحمه الله مات عمره كم سنة 54 سنة 54 الإمام الشافعي رحمه الله عليه مؤلفاته العظيمة أخذ الناس منها فقهه وعلمه وألفوا عليها الكتب الكثيرة جدا هذا الإمام اللي عاش هذا العمر الذي 54 سنة ومات وهو إمام الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه هم بارك الله عز وجل لهم في أعمالهم فكانت أعمارهم طاعة للنبي سبحانه فلم يجي واحد يشمل إنه عايز يبقى يحصل كان بحصان 12 درس بحصانها النووي في يوم واحد إنت يحصلها بعيد أن كان يحصلها ولكن تشجع بأمثال هؤلاء صل رحمك وأطل الله سبحانه وذلك لك في رزقك وذلك لك في أثرك بما تستحق بأنت في الزمن الذي أنت فيه وفي العمل الذي تعمله أنت وربنا قد يريد الله عز وجل إن كانت في أمره زيادة في بركة إن يعمل في عمره ما يعمله غيره في الأعمار يعمل في السنة الواحدة ما يعمله غيره في سنوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بارك الله عز وجل لهم
في أرواقهم وفي ثوابهم عنده سبحانه وتعالى. بارك في ثوابها فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد بهذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو أنت أنفقت مثل جبل أحد بهذا ما بلغت نفقة أحدهم مدة واحدة مثل خفضة اليد الواحدة. فذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فالمسلم يفعل الخيرات يحرص على أرحامه على أمه وعلى أبيه على جواره يكرم رزقه لأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي بهذا الإنسان من الرزق في الدنيا وفي الآخرة ومن تمثيل الرحيم. وفي أحاديث حديث آخر لأنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليهم بين وحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وهي وفاء حديثة لأبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة جزء مصري المسلم أم أنس بن مالك جزء أمه جزء أمه هذا الحديث هو أنس رضي الله عنه. ويخبر أنه كان أحب أمواله هذه الحديقة اللي اسمها بني وحاء وكانت مستقبلة المسجد قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بين الوحاء وإنها صدقة لله تعالى أرضي ذرها وذكرها عند الله تعالى. لما تقول الدار الأخير عند هؤلاء الحصار اللي بيحاولش فيها فعانت ما مش حيطوح أبدا عند الله سبحانه لذلك بدأ ما نحسبها حسب هذه هيقبها الورقة هيقبها الناس لأننا خليها حوشها عند الله عز وجل. فإن يا رسول الله أضع هذه فحديثة كاملة وشوف أنت خلي نفسك مكان أبي طلحة الحديثة بتاعتي والحديثة دي بتخلي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندي يشرب عندي هو ده النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عند أبو طلحة ومش عايز النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يشرب من عنده ومع ذلك يقول يا رب إن الله عز وجل لن تنالوا البر البر العظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى البر كما تجمع وجوه الإحسان كلها. عشان تبقى أنت إنسانا بارا منعت وجوه القلب لازم تنفق من الشيء الذي يحب حتى تنفقه من ما يعني من بعض ما تحبه وما قال الناس حتى تنفقه ما تحبه حتى تنفقه ما تحبه من طلع كل العين لا ولكن حتى تنفقه من بعض من بعض. ولكن هذا الرجل وحش الناس أحسن حاجة عنده إيه الحديقة دي تبهى لله سبحانه تبارك وتعالى أرض ذرها وذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخيل لا كمال رابح ذاك ذلك المال واضح وقد سمعت ما قلت فهو شجعه الناس يصوم على ذلك ومدحه صلوات الله وسلم عليه وانك ربحت ونجحت واسلحت بهذا الذي فعلته وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقرب نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعلها في الاقرب. فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وجني عنه إلى مراعاة القريب والصدق عن القريب أولى والله أعلم. نستجيب هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.